يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وضع رجل ورقة وكتب فيها جدولا بالصلوات، وهل أدرك تكبيرة الإحرام؟ فكلما أدرك التكبيرة لصلاة معينة وضع إشارة ويراجع هذا في الأسبوع، وذلك مقصوده المسارعة في الخير ومحاسبة النفس، هل هذا الفعل مشروع؟ هذا تكلف، هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، عليه أنه يحرص، عليه أنه يحرص على المبادرة والمسابقة للصلاة ولا يعدد. حتى هذا أيضا فيه أنه يحسب على الله جل وعلا، يحسب على الله أعماله، هذا ما يصلح هذا. نعم.